عشانك. Thank you. Good luck. تعالى. أهلا زهر. ماما. زهرتك. أهلا. سهير أختي. أهلا يا حبيبي. شكرا. علي. شكرا. تفضل. أنا والله كان نفسي أتعرف عليكم من زمان. أهلا وسهلا، نورت. ده بنور حضرتك والله، بس أنا كان نفسي أتعرف عليكم من زمان. وأنا كمان كان نفسي أتعرف على والدك ووالدتك. أنا كنت هجيبهم معايا، بس أنا قلت يعني القعدة اللي في الأول دي تبقى مش قعدة فورم الأول، يعني نتعرف على بعض كده. المرة الجاية إن شاء الله هجيبهم معايا. والد علي هو رئيس مجلس إدارة الشركة اللي إحنا بنشتغل فيها. وانت بتشتغل بقالك مده في الشركه؟ اه بقالي كتير، يعني 10 سنين تقريبا. انا الاول اتخرجت من الجامعه عملت ماسترز بعديها، وبعدين اشتغلت حوالي سنتين كده في شركه تانية، وبعدين في الاخر يعني جيت الشركه اللي احنا فيها دلوقتي. جميل قوي ان بقالك ظهر في الشغل، الحاجات دي بتنفع. لا علي ما بيعتمدش على والده خالص يا ماما. هو بصراحه انا الموضوع ده حساس عندي شويه، يعني انا ما كنتش عاوز اشتغل مع بابايا، بس هو قعد يزن عليا ان انا اشتغل معاه. ففي الاخر يعني اضطريت اوافق، بس قلت له يعني شرط ان هو ما يساعدنيش في اي حاجه. برافو برافو. وبالنسبه لهاله بقى، مديره كويسه؟ اه جدا. هي كويسه في حاجات تانية كتير برضه. بما ان بابا بقى صاحب الشركه يبقى اكيد شاف هاله وعارفها ولا ايه؟ طبعا. اه طبعا عارفها، هو بيشتغل معاها كل يوم يعني. كل يوم. يا هالة. أيوة. يا عروسة. من غير لف ودوران، الواد ده عنده كم سنة؟ 35. يا نهار أسود ومنيل. استني بس يا ماما. استنى إيه وزفت إيه؟ جايبة لنا عيل وتقول عليه عريس، عريس الغفلة. يا ماما عمرها ما كانت بالسن. الموضوع مش بالسن، الموضوع إنك أنت لو الفرق سنة ولا اتنين ولا تلاتة حتى ماشي تعدي، لكن لما يكون الفرق 10 سنين يبقى احنا بنتكلم على جيل تاني خالص. جيل تاني ولا تالت يا سهير، انا ما يفرقش معايا، انا اللي يهمني مخه وشخصيته. يا فرحتي بواحد عنده 50 سنة ومخه قد الفسفوسة. وهم اللي عندهم 50 سنة وعاقلين، خلصوا خلاص. ايوة يا ماما خلصوا خلاص، يا اما متجوزين وعندهم عيال طولي، يا اما متجوزين وزهقانين من مراتاتهم وعاوزين يتسلوا. لكن ده الفرق بين وبين انجي سنتين، انت هتقابلي المجتمع ازاي؟ هتعيشي في وسط المجتمع هتقولي لهم ايه؟ يا حبيبتي انت مش عايشه لوحدك. لا انا لوحدي ومش عاوزه اعيش واموت وحيده. انا ما صدقت يا سهير ان انا الاقي واحد يحبني واحبه. عنده بقى 30، عنده 40، ان شاء الله يا رب يكون عنده 1,000,000 سنة. انا ما يفرقش معايا وهتجوزه. ماشي ماشي موافقه، انتوا بتحبوا بعض ومتفقين وكل اللي انت عايزاه. ما فكرتيش بعد كام سنة هو هيعمل ايه؟ انا ما يفرقش معايا. ايوه بس هتفرق معاه. إيه؟ هو هيخونك مع اللي اصغر منك ومنه، والرجالة طبعهم الخيانة، فما بالك بقى واحد متجوز واحدة اكبر منه ب10 سنين. لو مبدأ الخيانة موجود يبقى ما تفرقش بقى لو هو اكبر مني او اصغر مني. يا هالة احنا خايفين عليك. إيه؟ يا دي الحجة بتاعت خايفين عليكي. خلاص افترضي ان احنا وافقنا وكله تمام، انت تضمني ان عيلته واهله هيجوا يتقدموا لك؟ تضمني ان امه هتيجي تطلبك؟ افرضي جت ساعتها يبقى يحلها الحلال. خلاص نستنى لما يتكلم مع اهله ونشوف هيحصل ايه. اوكي تصبحوا على خير. بقولك على حاجه عشان خاطري، حاولي تديها فرصه، ممكن هتغيري رايك. والله اغير رايي في ايه؟ هو احنا اللي هنعيد ونزيده؟ افهم يا علي افهم، فرق السن اللي بينك وبينها هو نفس فرق السن اللي بيني وبينها، فاهم؟ مستوعب؟ بص شوف يا علي، شايف الشعر الابيض ده؟ شايفه؟ ها؟ شايف التجاعيد اللي في وشي؟ هي هتبقى كده بالظبط كمان 10 سنين. مستوعب؟ متخيل؟ طب عشان خاطري حاولي، عشان خاطري. انت شايف نفسك معها ازاي؟ مش عارف بس يعني خلاص نتكلم بعدين، هسيبها دلوقتي.